أنا آسف يا نوال. هتفضلي زعلانة ومبلمة كده على طول؟ يا نوال اخذ عين الشيطان، حقك علي. المسامح كريم؟ قلتي إيه؟ نفارق؟ طب هاتي راسي كابوسة. طب إيدي كابوسة؟ بقى لا راسك ولا إيدك يبقى ما فاضلش إلا نبوس يا ستي وأمرنا لله. يا نوال أنا ما غلطتش، أنا بحبك أكتر من حب روميو وجولييت اللي كانوا طالعين بيه السما، وبغير عليكي أكتر من غيرة عنتر لعبلة اللي عملوها 5000 فيلم ما شفتش ولا فيلم فيهم. الراجل بصلك وضحك، افتكرتك تعرفيه، سألتك مين هو، في حاجة دي؟ وأنا أعرفه منين؟ راجل غريب في النادي بيضحك لوحده زي العبيط، هكون أعرفه منين؟ ها؟ طب خلاص بقى، النبي تبسم، معلش حقك عليا. ما هو كل ما بنخرج سوا بيحصل كده. خلاص صافي يا لبن، قولي حليب يا قشطة. يا عادل احنا لازم نشوف لنا حل. حل؟ حل يعني ايه؟ حل يريحك ويريحني. قصدك ايه؟ سعيدة. يخرب بيتك، هو مين ده اللي عايز تخربي بيته؟ واد خنفس يا ستي، يظهر امه شاريه له عربيه عمال يتمنظر بيها. سعيده. ايه ده؟ رجعتي بدري ليه؟ بقى في واحده تخرج تتفسح مع خطيبها وترجع بعد ساعه، والنبي تسيبيني في حالي انت رخره. يا ساتر، اتخانقتوا برضو؟ ايوه. ليه؟ حصل ايه المره دي كمان؟ مش وقته. انت بتكلمي مين؟ دي ناهي. متأسفه يا ناهي، اصل نوال كانت بتكلمني. الله يسلمك. ها وبعدين؟ لا احكي لي من الاول، من ساعة ما دخلتوا سيما سوا. يوه فكرتيني، تصوري بسلامته كان ساحبني على سينما ريبولي وقال ايه؟ عايز يفرجني على فيلم المذنبون. ها واتفرجتي على فيلم المذنبون؟ لو حياتك، وده معقول اضيع وقتي في فيلم هادف؟ صممت اروح سينما رمسيس عشان اتفرج على فيلم ممنوع في ليلة الدخلة. ينيلك، ودخلت ممنوع في ليلة الدخلة؟ بالعافية، لقينا تذكرتين في السوق السوداء وشرفك، إنما إيه؟ طلع نقبة على شونة. تصوري التذكرتين طلعوا بعاد عن بعض بخمس صفوف. يعني قعدتوا طول الفيلم بعيد عن بعض؟ أعمل إيه؟ إذا كان الواد بتاعي طلع أهبل من عادل إمام في الفيلم، معرفش يتصرف، سابني قاعدة لوحدي لحد الفيلم ما خلص، وقال إيه؟ بعد الفيلم ما خلص عايز يمشي جنبي قدام الناس، إنما ده بعده. وحياتك اول تاكسي رحت موقفاه ونطه فيه وقلت له باي باي، ما تنساش تسلم لي على ماما. يخرب عقلك، وهو عمل ايه بعد كده؟ امال ماما فين؟ عند ابلة عليه. ليه في حاجه؟ اصلهم مسافرين بكره اسكندريه، ابلة عليا وابي احمد ونهي كمان مسافره معاهم. يا بختهم رايحين يصيفوا، مش احنا اللي حاصره علينا اللي في البخت حط علينا دايما كده. ما البركه فيكي، مش انت اللي جوعتي وزرعتينا هنا؟ يا سلام، لا مؤاخذة يا ناهد. ها وهو ما حاولش يتصل بيكي بعد المقلب ده؟ أنا ما صدقت الحرارة تجيني.
خسران؟ خسران؟ ايوه جاهز. شكرا. الو؟ الو؟ ايوه ابو زيد. ايوه اديني سمحتي 78 ثلاث ساعات. ايوه بتديني مشغول. انا معاك. ايوه الخط مشغول يا فندم. مشغول ولا عطلان؟ مشغول بيتكلموا. ما انا عارف انهم بيتكلموا. اذا سمحت يا مدموزيل دخلني على الخط، مساله مهمه جدا. ايوه اذا سمحت وحياه رحمه ابوك اللي هيموت بكره. متاسفه يا فندم ممنوع. ممنوع ده ايه؟ ممنوع ده ايه؟ انا ما عنديش ممنوع. الو الو، طب ابوك هيموت النهارده، امك ماتت امبارح. هاتي شوي عندك في الثلاجة. باي عليك. الو الو، ما ترد يا غبي. الو الو، يبقى كلامي مظبوط، انا بتقرطص، اذا انا كوز. بحول الله. اخلص انت، خش استحمى تاني. عادل في ايه؟ اختك فين؟ اختي فوق في اوضتها. اتفضل. عادل مالك يا عادل في ايه؟ كنت بتكلمي مين في التليفون؟ بتتكلمي في التليفون من ساعة ما رجعتي، وكنت بتتكلمي في التليفون. ما حصلش. حصل، اعطيت بالتليفون فضل يديني مشغول، ولما رد التليفون انت اللي رديتي، حتى قلتي البتاع الو يا مش عارف ايه وهزقتيني، يعني انت اللي كنت بتتكلمي في التليفون. هو انت اللي طلبته وما ردتش؟ ايوه انا. احب افهمك يا محترم ان انا ما اتكلمتش في التليفون خالص. لا كنت بتتكلمي. ثم ايه محترم دي، انت بتهزقيني؟ ما دام بتنكري يبقى في حاجه. اعترف يا هانم، كنت بتكلمي مين في التليفون؟ هكلم مين يعني؟ راجل طبعا زي البيه العبيط اللي كان بيضحك لك النهارده. اخسر، مفيش فايده فيك. اذا ما كنتيش انت اللي بتتكلمي في التليفون، مين اللي كان شامل التليفون؟ عفاف. عفاف راجل. عفاف؟ عفاف اختك. انا اسف يا نوال. كل مره بتقول لي كده. انا خطيبي، مش عيب اني اغير عليك. دي مش غيرة، ده شك. أمال لما نتجوز هتعمل فيا إيه؟ أنت مش بتحبني يا عادل، أنت بتحب نفسك، أنت عايز تربطني بسلاسل، تحطني في سجن وتقعد على بابه. سجن إيه وسلاسل إيه؟ أنا جايز أكون مندفع شوية في شعوري ناحيتك، لكن عذري إني بحبك جدا. عشان نتجوز يا عادل، لازم نكون إحنا الاتنين بنحب بعض. قصدك إيه؟ مش فاهم. ولا عمرك هتفهمني. يعني بصراحة يا عادل، احنا جوازنا محكوم عليه بالفشل.
ومفيش غير حل واحد. ايه هو؟ يا نوال؟ لا، كنت عارفة من الأول. طب وسكتي ليه؟ قلت يمكن بعدين أحبه. طب وبعدين؟ ما قدرتش. عادل شخصيته ضعيفة. شخصيته ضعيفة يعني إيه؟ يعني ظنان وشكاك، ما بيثقش فيا ولا في نفسه ولا في حد أبدا. لكن العيلة شايفة راجل كويس ومركزه محترم وما فيهوش عيب، ويقدر يتجوز واحدة أحسن مني كمان، لكن أنا مش عايزاها. أمال عايزة مين يا نواف؟ اللي هتجوزه العفاف لازم يكون شخص نادر، مفيش زيه في الدنيا، يحبني زي ما بحبه، ومفيش واحد منا يقدر يستغنى عن التاني. طيب وماما؟ ماما هتقولي لها إيه؟ ماما، أنا اللي هتجوز مش ماما. ما شاء الله، ده اللي اتعلمتيه في المدارس لست نوال؟ أنا ما عنديش بما تقول. لا يا ماما ما بحبوش. بس بلاش كلام فارغ. كلام نوال مش فارغ يا ماما. إذا كنت ما بتحبوش تبقى هتتجوزوا إزاي؟ أنت بتشجعيها يا عليا وأنت أختها الكبيرة. عاجبك الكلام ده يا سي أحمد؟ عاجبك كلام مراتك؟ إحنا يهمنا كلام نوال يا ماما. وطبعًا أحسن قوي إنها بتقول رأيها دلوقتي مش بعد الجواز. ثم نوال بتقولي كده ما بتحبوش. الله، ما بتحبوش ليه؟ بينكد عليا عيشتي كل ما بشوف. إزاي أتجوز واحد بيشك فيا وفي تصرفاتي؟ يشك فيك يعني ايه؟ لو حد بصلي في السكة يتهمني باني كنت اعرفه قبل، وكل حاجة بعملها بيشك فيها. هي وصلت لحد كده؟ طب ما قلتليش الكلام ده من زمان ليه؟ ما انا كنت عايزة اقولك من الاول، بس خفت لا تزعلي مني. على كل حال يا بنتي، كل اللي يهمني ان ربنا يسعدك ويهنيكي. يا حبيبتي يا ماما، ربنا يخليكي لينا. ايه رأيكم بقى تسافروا معانا اسكندرية تتفسحوا لكم يومين وتنسوا المشاكل دي كلها؟ انا مش هقدر اسافر عشان عندي ملحق. مش كده يا ماما؟ ايوه يا ستي، هفضل قاعدة جنبك لما اشوف اخرتها معاكي. يبقى هتفضلي قاعدة على طول لأنه مش باين عليا نجاح. طب ممكن يا ماما نوال تيجي معانا تغير هوا؟ إن حبيتي سافري يا نوال، سافري. مش دي يا ماما. هي بتيجي تباتي معانا لأننا هنقوم من النجمة. بعد العشاء هتحضر الشغل. الله، مش تكملي أكلك يا بنتي. أنا شبعت يا ماما، شبعت خالص.
أبلة، أنت حتشيل الشنطة دي لوحدك. أعمل إيه؟ كلهم مشوا وسابوهالي. أنا هساعدك وأشيلها معايا. مش تقولي لي اسمك إيه الأول؟ أنا اسمي منى. عنك يا ستان. ميرسي يا حبوب. العفو يا، لما أنت اسمك إيه يا أبلة؟ اسمي نواه. الله، اسمك حلو أوي. أنت اللي حلوة وأمورة وزي السكر. كان نفسي أول ما اتولدت يسموني نواة، إنما الله جزيم أهلي ما فهموني كده؟ مالهمش حق. عن إذنك بقى يا أب. استني، راحة فين؟ الواد بتاعي مستنيني. هو فين؟ أهو. كل ده ورد؟ أصلي بعلمه العوم، ما يغرقكيش طخ، ده من غير يغرق في شبر معي على الإذن. كان دخل معايا، كان شايفك كده يقدر؟ انا في عينه. الاوتيل ده حلو قوي. امال السراير جوه عندك؟ عشان ننزل نتمشى ونعمل جو. يلا اهو. امال فين نايم؟ دي كانت واقفه معايا دلوقتي. طب شوفيها هي فين وحصلونا على الكذب. حاضر. يا ست نوال، دي نجوم السما قراب له. انا عمري ما حد باسمي. والمنظر اللي شفتكوا فيه دي حركات شعلاله وباس. انت ما بتتكسفيش. المصيبه ان هو اللي انكسف وهرب. طب يلا بينا بقى، احسن الجماعه سبقونا على الكذب. اهلا سعادتك. ازيك يا علي؟ انت وقت النهارده في الصيد يا باشمهندس. اصل الريح كان شديد حبتين. خد السمك اهو وسلمني على ابوك. ايه ده كله يا باشمهندس؟ ده السمك ياما النهارده يا باشمهندس. يلا عشان تنبسط يا عم. الله يكبر بخاطرك يا باشمهندس. ما يلا بينا. يلا كل
لازم تاكلي عشان خاطري. ما تاكلي يا نوال، الجيلاتي قرب يسيح. شبعت. مش ده صنف اللي بتحبيه؟ كنت. عن اذنكم. صاحبنا مين؟ بتاع السامك. لا ابدا. والنبي انت كمان يا شيخ نوال، ما تلفيش عليا، انا فاهماكي كويس. الواد ده من ساعه ما ظهر وانت اتلخبطتي بقيتي مش على بعضك. ده متهيألك، يكونش عاجبك انت. انا ما يعجبنيش التيب ده، باين عليه مغرور، ما يلزمنيش ولا لا. طبيت في النور بقى، خلينا ننام. طب اديني سجارة. لكن انت ما بتشربيش. معلش، ليه نفسي اشرب سيجارة؟ عندك مانع؟ سجاير اهي. تفتكري الست اللي معاك اقرب له ايه؟ اللي لابسه اسود تقرب لمين؟ اللي بتاع السمك. ايوه كده، قري واعترتي. ها، انا بقول اخته. مش معقول. ليه بقى؟ في اخ يوكل اخته بايده وبقها. وايه يعني؟ الحاجات دي ما يعملوهاش الا الحبيبه، دي 100% مراته، وتلاقيهم متجوزين جديد وجايين هنا يقضوا شهر العسل. ده يبقى شهر عسل اسود. اسود؟ اسود ليه؟ لانها لابسه اسود في اسود. انما لايقين لبعض. بالعكس، دي حتى دمها تقيل زي دم. النبي ايه؟ صباح على خير. وانت من اهل؟ ازيك يا طنط؟ اهلا يا منال، طلعتي هنا ازاي؟ شفتك قاعده لوحدك كده اسلم عليك. ان شاء الله تسلمي يا روح قلبي. يا ست، على اذنك يا طنط. خلي بالك من نفسك يا منال. مش عليا يا سلامتك يا منال، عن اذنك اشيلها. كتر خيرك، منال بنتنا. والنبي يا ابله، لولا انا شديته وكان غرق في البحر. كمان بنتي، جرالي حاجة؟ ما تتخديش كده يا ماما، انتي اللي غرقتي ولا ايه؟ معلش انا عليك يا حبيبتي. خلي بالكم من منال على ما اجي، بس اشوف صلاح منال. حاضر.
اظن دلوقتي اتاكدت انها مراته وان منال بنتهم كمان. بصراحة يا صلاح، الألم اللي بيجي لك ده ملوش أي علاقة بالقلب زي ما أنت فاكر ومتوهم. أيوة بس ده بيجي لي في جنب الشمال. أنت قلبك سليم خالص. أمال إيه اللي حصل؟ حط إيدك مطرح الألم. هنا. تحت إيدك بالظبط. في ورم هو اللي بيسبب لك الشعور اللي أنت حاسس بيه ولابد من استئصاله. ورم؟ ورم إيه؟ ما تتخضش كده. هو كل ورم لازم يكون خبيث؟ مش ضروري ابدا. حتى لو كان خبيث فمن الممكن جدا شفائه وعلاجه نهائيا. سيبك من كلام العصور الوسطى دي يا اخي. وهنعرف ازاي انه مش هناخد عينه من الورم بعمليه بسيطه ونحللها عشان نقدر نعرف كل شيء عنه، وان شاء الله هيطلع خير يا صلاح. طب ممكن ناجل العمليه لغايه لما ارجع من اسكندريه؟ قوي قوي. بس لو حسيت باي اعراض تاخد المسكنات اللي اديتها لك وتبقى تتصل بيا. بقى معقول تخبى عليا كل اللي جرى لك يا صلاح؟ مالكش حق ابدا. الله يرحمك يا ماما. لو كانت عايشه ما كنتش قدرت تخبي عليها. انا قلت لك الحقيقه يا سرايا. وكان لازم عيني دي هنا. هو في اهم من صحتك يا حبيبي. هانت يا سرايا، خلينا لبيت الشهر ولما يجي يوسف نبقى نشوف معاه. يمكن نرجع كلنا سوا. وليه ما نرجعش النهارده؟ انا بقيت كويس الحمد لله. ولو حسيت بأي تعب تاني هنرجع مصر على طول. ايه الحكاية بس ما تروقي بقى، أنا بقيت كويس خلاص. يلا حكي بقى. وشوية احنا جايين هنا عشان نتحبس بين اربع حيطان، عايزين ننزل البحر ونفرفش ونشم شوية هوا. يلا يا شيخة، يلا يا شيخة. ده انا ما نمتش طول الليل. يا عيني يا عيني، ولسه ياما هنشوف من الهوا. شو اصلك فايقة ورايقة؟ انا لا فايقة ولا رايقة، انا كايدة العزال انا من يومي. ايه الوقعة؟
جاتك قوي. لا مؤاخذة يا أب. إزيك يا منال؟ إزيك أنت يا أب؟ مش كده عرفك بماما. أهلا مدموزيل نوال. أهلا بيك. تصوري طول الوقت أنا ومنال في سيرتك، يعني بصراحة كده أخبارك كلها عندنا. صحيح يا منال؟ أصل أنا ما بخبيش حاجة عن ماما يا أب. برافو عليك يا حلو. هو انا بعرفكم علشان تلغوا سوا وتسيبوني تفضلي قدامي يا ست قابله؟ نروح فين؟ نلعب الكوره سوا. نلعب الكوره بس على مهلك عليا عشان انا مش شاطره زيك. ما تخافيش انا هعلمك. يلا بينا. يلا منال. يلا يا سرايا يوسف زمان وصل. دي واحدة يا صلاح. تعالي انت معايا. الكرة بتاعت منال. ميرسي. نسيت كل حاجة أول ما شافت صلاح. أصلها بتحبه يا ستي بتعبده ومصممة على إنها مراته ولازم تقضي له كل طلباته. ربنا يخليهم. ميرسي عن إذنك. هنشوف بعض طبعا. طبعا. باي باي. مش الجدع اللي كان هنا ده بتاع السمك؟ أيوه. طلع جوزها؟ معرفش. امال كنتوا بتتكلموا في ايه؟ انا شايفاكوا وانا جايه. كنا بنتكلم عن بنتها منال. طب وليه ما بتساليش البنت الصغيره وهي تقولك على كل الاسرار؟ هقول لها ايه بس؟ قولي لها يا حبيبتي صلاح لي يقرب لك ايه؟ عايزه الحق. خايفه اسال. خايفه لا يطلع جوزها بصحيح. على الاقل تعرفي الحقيقه وانت لسه على البر. قبل ما تغرقي يا نصحه مع واحد مخلف نص دسته اشرار زي منال. اتفضلي يا سرايا هانم. انا بقول اتفضلوا انتوا معانا احسن. اصل الباشمهندس صلاح عازمنا كلنا على العشاء في النايت كلاب بمناسبه وصول يوسف اخوه وانا وافقت. ايه رايكوا بقى؟ بتاخد راينا بعد انت ما وافقت. وماله؟ صحيح انا راجل حمش لكن مستعد ارجع في كلامي عشان خاطر مراتي. اتفضلوا. اتفضلوا. ازيك يا انسة نوال؟ ازيك انت؟ ليه كنت عايز اكلمك؟ ما اتكلمتش ليه؟ خفت. مني؟ كل مرة كنت أقول لنفسي لازم أكلمك، وبعدين لما أشوفك أتلجم وأفضل ساكت مش عارف ليه. ده مش ذنب. يعني ما خافش. طب كنت عايز تقول لي إيه؟ ازيك؟ بس؟ ما هي دي البداية دايماً. بداية إيه؟ بداية كل حكاية. اتفضلي.
حفله عيد ميلاده وواقف بيتكلم معاها وفجاه طب ساكت قدامها ساكت قلبيه مسكين جالها انهيار عصبي وكانت هتروح فيها لولا ستر ربنا المسكينه هي منال البنت الصغيره اللي ملهاش ذنب في حاجه تتمت بدري صوري فاكره ان ابوها سافر لاننا خفنا نلاقي الحقيقه ربنا يكون في عونها انت هتعدي يا يا ريتني ما حكيت لك الحكايه دي لا ابدا اصل في دخان كتير بيأثر على عيني تعرفي عينيكي حلوه قوي لونهم لون غريب عسل لون العسل الصافي هو بيلمع في ضوء الشمس اول مره اشوف عينين باللون الحلو ده وانا اول مره حد يقول لي كده على عيني دي غلطه اللي عرفتيهم قبلي انا ما عرفتش حد انت زعلتي ولا لا ابدا بس دي الحقيقه اتفضلي ترقص تاني يا ريت ازاز بيرة من فضلك خليهم اتنين الله انا هشرب معاك ابو صلاح يلا عشان يبقى الرأس والبيرة والواكل حسن انتوا لسه هتشربوا؟ تحبي ترقص يا سرنج انت بالك زمان ما رقصتيش معايا ايه رأيك؟ انا اصلي قلقان على منال خايفة انها تصحى تلاقي روحها لوحدها امرك يا ستي اتفضلي اوصلي وانا جاية معاك يا سرنج كويس كده انا قلت لك يا صلاح ماليش في السهر صممت اجي معاكم خليك انت يا نوال انت ناسية ان منال صاحبتي؟ طب ما تستنى شوية ونقوم كلنا مع بعض لا لا أنا هوصلهم وأرجع نكمل سهرتنا سوا وانت من اهل طب استاذن انا بقى هترجع تاني اصل اخويا يوسف مستنيني بس طبعا لو مش عايزاني ارجع ما ارجعش خليك على راحتك صباح الخير وانت من اهل كلنا ننام عشان نصحى الصبح بدري انا اجازتي يوم واحد بس وعاوز ابلبط في الميه قبل ما اسافر احنا متفقين ننزل البلاش من نجمه كده طيب تصبح على خير بقى تصبح على خير مع السلامه نوال احنا هنضحك على بعض ده انا عيني ما فرقتكوش لحظه وانت بترقص طب وايه يعني كنتوا اخر هيام اخر غرام اخر سرحان سرحان ايه بس ده احنا حتى كنا بنتكلم طول الوقت حلو كنتوا بتقولوا ايه بس ايه بس ده ايه العبط ده ده انا كنت فاكراه اشطر من كده
كتير ما كانتش على بالي. وانت سارح في نفس الحاجات اللي ما كانتش على بالي. ما انا كلت بقى كفايه. لكن الاكل كان لذيذ قوي. رفعت راسنا حاليا. الناس دول فاكرين انهم اكلوا. صلاح. ايوه. عاوزك في موضوع مهم. خير. تعرف يا احمد انا مش مرتاحه اللي بيحصل. قصدك ايه؟ قصدي ما كانش في داعي للاختلاط، احنا ناس طول عمرنا في حن. طب هو كان ايه اللي جاب؟ وجود صلاح مع نوال كل يوم ومجيس يوسف وملحقته لاختك، الحاجات دي مش لطيفه ابدا. يوسف شاب محترم يا علي وصاحبي، وانا ما عنديش شك في اخلاقه ابدا. طب وصلاح اخوه؟ نوال عقده في رقبتنا يا احمد، وانا مش قد ماما. وهو صلاح وحش؟ يا ريت نوال تكون النصيبه. نوال ما عندهاش تجارب، وانا خايفه عليها وقلقانه. طب وانا داخل ايه في حاجه زي دي؟ لازم تراقبها كويس وتقدم لي تقرير كامل عنها علشان اعرف هتنفع لي زوجه ولا لا. هي مين دي اللي راقبها؟ ماهر يا اخي. اه ماهر حلوه وبنت ناس، ما هو صاحبك. عشان كده قبل ما تقدم عاوز اطمن على اخلاقها. على العموم انت قاعد هنا معاهم وسهل انك تعمل كده. امرك يا ابو حجاج. بس ارجوك اوعى تجيب سيره لحد، خصوصا هي، علشان تقدر تكون راي سليم عنها. امرك يا سيدي. شكرا ابو صلاح، انا دلوقتي ارتحت. قول ايه تاني؟ ايه حكايتك مع نوال؟ مفيش حاجة بيني وبين نوال. أنا فاهمك، وعارف إنك خايف ترتبط بيها علشان حالتك الصحية. لكن نوال ذنبها إيه؟ ده واضح جدا إنها بتحبك. يوسف، أنا مقدرش أرتبط بأي واحدة دلوقتي. مش يمكن اللي عندي ده يكون يا راجل بلاش التشاؤم ده أرجوك. أنا مش متشائم يا يوسف. أنا عندي أمل كبير في ربنا ورحمته. أنا عايز أعيش يا يوسف. أحمد قوم معايا يا أحمد. على فين؟ هنغطس تحت المية. أنا؟ أيوة هنغطس. ليه؟ والله لو كان في كنز تحت المية ما أغطس. عمري مش هشاء يا عم صلاح. طب جرب بس مش هتندم. وهيفيد بإيه الندم إذا كنت هموت في طيس تحت المية؟ على كيفك أصل خوات. قومي معايا يا نوال. أعوم معلش، لكن أغطس لأ، صعب شوية. الله جري يا جماعة، مفيش حد فيكم عايز يشجعني ولا إيه؟ أنا. بس انت عمرك ما غطستي قبل كده. اتعلم، صلاح يعلمني. يلا يا ناهد، انت جريئه والغطس عايز القلب الجامد. ادي رجاله ولا بلاش. تعالي الناحيه دي بقى، مليان سمك هنا. مقلي ولا ماشي؟ لا صواني.
مش نازله معايا؟ لا، على كيفك. مش الغطس ليه؟ لانك ما طلبتيش مني. مش معنى ايه؟ لان هي اللي طلبت. ومع ذلك ليك عندي يا ستي بكره الصبح من الفجر هعلمك العمر. مش عايزه اتعلم حاجه. طب ولو قلت لك عشان خاطرك؟ ها؟ ماليش خاطر عندك؟ احنا هنفضل واقفين كده؟ لغايه لما تردي عليا. عايزني اقول لك ايه؟ انك بتفكري فيا زي ما بفكر فيكي. وان ليا قيمه عندك زي قيمتك وغلاوتك عندي. انا؟ انت مش مصدقاني ليه؟ أنا خايفة حد يشوفنا. ما يهمنيش، ردك عليا هو اللي يهمني. لما تعلمني الغطس أبقى أرد عليك. يبقى نخطب دلوقتي. لا مؤاخذة يا مدموزيل، أنا عايز أقعد تاني زي ده. الاتنين تمنهم كام؟ 5 جنيه. طيب. متشكر أوي. خدت اللي أنت عايزاه؟ طب يلا بينا. أما بيها فيها. اهلا بيك يا عم فرصه، انا عايزك تدوق ضيوفي صنعة ايديك. يا سلام، ضيوف الباشمهندس اصحاب دار عندنا. اتفضل يا استاذ. اتفضل. اتفضل. نقعد على الترابيزه دي. اتفضل. يلا.
انت يظهر بتيجي هنا كتير. مستحيل اجي اسكندريه من غير ما اجي عنده. تعرفه من زمان؟ كان بيشتغل عند المرحوم والدي، ولما والدي مات رفض يشتغل عند غيره وعمل عربيه الحلويات دي. عشان كده بتديله السمك اللي بتصطاده؟ ناس كتيره غيري بتحبه وبتساعده، ومستحيل يجوا اسكندريه من غير ما يمر عليه. اتفضل يا استاذ. ها عجبتك؟ طعمة قوي. طب دودي كمان، يلا ادوي دي. لا كفاية. لا ادويها بس. الشاي يا باشمهندس. شكرا. على فكرة الست سوسن هانم جت هنا امبارح وسألت على سيادتك. طيب أنا هبتصل بيها. شكرا. برافو. يلا بينا يا صلاح. الله لسه بدري. كفاية كده. طب احنا لسه ما كناش حاجة. اتصور اللي حصل هيزعلك كده. هو حصل حاجة؟ اللي حصل وانا باكلك الحلويات. انسى الحكاية دي خالص، ما حصلش حاجة. انت غريبة قوي. ميرسي. ودلوعة قوي. ميرسي. انا اعتذرت لك عن اللي حصل، المفروض انك تقبلي اعتذاري. مش تفضلي زعلانة كده. انا زعلت لما عرفت انك متعود تيجي هنا مع بنات غيري. انا ما احبش اكون نمرة في مجموعة سياسة. كنا بنتي اللي نمرة. عشان ما جيتيش معانا الكازين. ما كانش ليا مزاج. كنت هتفضلي ترقصي طول الليل. مع مين؟ مع احمد اخوك؟ لا طبعا. امال مع مين؟ مع صلاح. صلاح كان معاك؟ لا نهنا. كان قاعد مع حد؟ لا، كان قاعد في البار لوحده. ما كانش ليا مزاج. كنت هتفضلي طول الليل ترقصي. وما سالش عليا؟ طبعا، وقلنا له ان حضرتك عندك صداع. ورقص مع انتوا. احنا ايه؟ احنا مين؟ انت وصلاح. انت قاعده هنا لوحدك، هو قاعد هناك لوحده. ايه الحكايه؟ احب افهمك ان انا وصلاح مفيش بينا اي حاجه، واذا كان فيه يبقى انتهت خلاص. ايه اللي حصل؟ ما انتوا كنتوا سامنا على العسل. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. مراتي ونوال اختها. عمتي سوسن هاني وجوزها الدكتور عبد الرحمن. اهلا وسهلا. اتفضل. عصير برتقال. حاضر يا فندم. خليهم اتنين من فضلك. وعلى حسابك عشان تبطلي شك. انا اسف. خلصت من الزعلان؟ كان لازم تقولي انها عمتك يا اخي. هو انت سالتيني؟ ما قلتليش ليه لما شفتني زعلانه. فضلت اسيبك كده عشان لما تعرفي الحقيقه تبطلي غيره. وايش عرفك بقى ان انا بغير عليك؟ انت راسك ناشفه وعمرك ما تحبي تنزلي عن رايك حتى لو كان غلط. وبالطريقه دي مش هتعرفي تتعاملي مع واحد زيي. كل ده عشان حكايه عمتك.
حكاية عمتي دي مثل بس، المهم هو المبدأ نفسه. وعايزني أعمل لك إيه دلوقتي؟ أنا آسفة يا سيدي كمان مرة. خلاص. ارتحت دلوقتي؟ مش هرتاح غير لما تشيل التكشيرة دي وتوريني ابتسامتك الحلوة تاني. ميرسي. أحمد قال إن كنت مخطوبة ورميتي له دبلته بعد 5 أشهر من الخطوبة. اكتشفت إني ما كنتش بحبه. هو كان بيعبدني عبادة. مسكين. صعب عليك؟ أنا بيصعب عليا أي إنسان بيحب واحد ما بيحبوش. انت يا صلاح بتحبني. ايه الشياكه دي كلها؟ علشان هسهر سهره شيك. فين؟ ما حدش قال لي. اصلها سهره خاصه انا وصلاح بس. كده كده. ايه الحكايه يا ست نوال؟ بتسهروا من ورايا ولا ايه؟ ما عندكيش فكره يا ناهد انا مبسوطه قد ايه. اللهم اجعله خير. بيحبني. صحيح. وبيموت فيا. وازاي عرفتي؟ هو اللي قال. وصدقتيه؟ طبعا صدقته. ما صدقوش ليه؟ كلهم بيقولوا كده في الاول. كلهم مين؟ الجنس اللي هو منه. الجنس الخشن. مالكيش حق يا ناهد. صلاح حاجة تانية خالص. صلاح شخصية قوية. بيحترم نفسه وبيحترم كلمته. مش ممكن يقول انه بيحبني من غير ما يكون بيحبني بصحيح. جايز. جايز ايه؟ جايز صحيح وجايز مش صحيح. اتنين لابوه من فضلك. انت ليه كده بتعمل حاجات تضايقني دايما؟ انا؟ ما حصلش. وناهد؟ مالها ناهد؟ انا مش لسه شايفاك وانت لافف ايديك حوالين رقبتها؟ انا كنت ملبسها العقد. بأي صفة؟ العقد هدية مني. وكمان هدية. طب وفيها ايه؟ بتسألني فيها ايه؟ شوف انت اللي يقدم هديه لواحده يبقى معناها ايه. ناهد اخت احمد صح، والحكايه مجرد شويه ذوق. الذوق لما يزيد عن حده يبقى حاجه تانية، يبقى اعجاب.
ويمكن يبقى حب كمان. خلاص اعتبريني معجب بناهد وبحبها، اذا كان ده يريحك كده. يعني عايزاني اقول لك ايه؟ عامله لي تحقيق وسين وجيم، هو احنا في محكمه؟ انا خلاص تعبت بقى. ولا انا بحبك انت مش حد تاني، مفيش داعي للعمايل دي ابدا. انت اللي بتعمل حاجات تزعلني. يعني ايه؟ ما كلمش ناهد، ما كلمش ستات ابدا، مش معقول. هو انا مش مالي عينك؟ قلت لك انت دلوعه. لو كنت بتحبني صحيح زي ما انا بحبك كنت تنفذ كلامي. دي شروط، والحب ما يعرفش لا الشروط ولا الانانيه. بتسمي حبي لك انانيه؟ ده مش حب، ده يبقى سجن. عايزه تحطيني فيه وتقفلي عليا بالمفتاح وتعيدي حريتي. انت مش بتحبني يا عادل، انت بتحب نفسك. انت عايز تربطني بثلاثة، تحطني في سجن وتقعد على بابه. ناهد، حقك عليا يا ناهد. ليه عملتي كده يا نواف؟ خلاص بقى يا ستي، انا اسفه. قد كده بتحبيه؟ او طب ولما انت بتحبيه وهو بيحبك مستنيين ايه؟ تفتكري يا ناهد بيحبني؟ الله، انت مش لسه قايله لي النهارده إنه بيحبك وبيموت فيكي؟ أهو كلام. كلام يعني إيه؟ ساعات أحس إنه بيحبني وساعات ما ببقاش عارفة، وده اللي مخليني خايفة. خايفة من إيه؟ خايفة لأكون أنا بس اللي بحبه. إزاي؟ ساعات يكلمني كويس ويبقى آخر حنية، وفجأة يروح ساكت زي ما يكون نزل عليه سهمل. يكونش مجنون؟ والنبي أنا اللي هتجنن يا ناهي. نوال، عايزه اقول لك حاجه بس ما تزعليش مني. قولي. انت غياره قوي. غياره؟ ويمكن تكون غيرتك عليه هي اللي بتضايقه. ايوه بس غيرتي عليه معناها ان انا بحبه. انت نسيتي خطيبك الاولاني، مش غيرته عليكي هي اللي ضايقتك لحد ما رميتي له الدبل. بس انا ما كنتش بحبه. لو ما كانش ضايقك بغيرته يمكن كنت حبيتيه. اوعي تكوني زعلتي مني. بالعكس يا ناهد، انت فتحتي عينيا على حاجات ما كنتش شايفاها. تصبحي على خير وانت من الاهل.
هنا وانا قلبه الدنيا عليك. بتعمل ايه هنا؟ بفكر فيك يا بختي. صلاح عايزك تعلمني الغطس. انتي من امتى؟ انا دلوقتي بحب كل حاجه انت بتحبها. انتي اكتر حاجه بحبها في الدنيا يا نوال. هنغطس امتى؟ بكره نروح سوا سيدي عبد الرحمن عند عمتي سوسن هانم ونغطس هناك. بس هي ما عزمتناش. هكلمها في التليفون وافهمها. بلاش يا صلاح. ونفضل يوم بحاله وما نشوفش بعض. نبقى نشوف بعض بالليل. بالليل وبالنهار وفي اي دقيقه. مفيش حاجه ممكن تمنعنا عن اننا نشوف بعض ابدا. يا حبيبي يا صلاح. في الموضوع ده وما دام ما اتكلمتوش ازاي تخليه يبوسك؟ يمكن باسها غصب عنها. انا قلبي عليك يا نهال، انت اختي، لازم انصحك وافتح عينيكي. خلاص بقى يا نوال، قبل عليا خايفه عليك. اسمعي نوال، إذا كنتش اتكلمت في الموضوع ده قبل كده مش مهم، لكن بعد اللي حصل دلوقتي لازم يتكلم، ومش معاكي، مع حد من قلبك. وإذا اتكلم يبقى بيحبك، وإذا ما اتكلمش تصبح على خير. عايزك دي واحده. هات دولي شوف عايزك ليه. اهلا. الموضوع اللي كنت كلمتك فيه ده. وبعدين بقى انت هتفضلي مبوزه كده على طول؟ كويس انكم ما نزلتوش. انا شخصيا جاهزه، عايزانا ننزل ننزل، عايزانا نقلع نقلع. انا ماليش نفس انزل. كلنا مش هننزل، هنستنى لما يطلع احمد ونشوف ايه الحكايه. حكايه ايه؟ صلاح ندهله عشان عايز يتكلم معاه، وانا سبته معاه دلوقتي تحت. يا الله اللي هنا. اتفضل. الله، ايه الكسل ده؟ يلا يلا قوم البسي. كلنا لازم نكون مستعدين في ظرف 10 دقايق من دلوقتي. ليه؟ كان عايزك ليه؟ ومين؟ صلاح. ما انا عايزكوا عشان كده. عمته يا ستي عزمانه كلنا عندها في سيدي عبد الرحمن. كان عايزك عشان كده بس؟ ايوه. ما قالكش حاجة تانية؟ حاجة تانية زي ايه؟ زي أي حاجة؟ لا ما قاليش زي أي حاجة. طب روح قول له احنا متأسفين. ليه بس كفالة الشر؟ مش هنروح معاه في أي حتة. ليه يا ستي دي فسحة حلوة قوي. إحنا حرين يا أخي، قلنا مش هنروح معاه يعني مش هنروح معاه. أيوة بس ليه ليه يعني هو حصل حاجة؟ أيوة بيه أنا هقول لك.
اصل نوال تعبانه شويه، يعني عيانه. لا سلامتك يا نوال يا اختي. روح بقى قول له ان احنا مش هنقدر نيجي عشان نوال عيانه. طب حاضر اقول. قعدت كده يا ست نوال؟ جالك كلامي؟ هما ما رضوش يجوا معانا ليه؟ صحيح نوال تعبانه؟ نوال مش تعبانه ولا حاجه، اختها هي اللي زعلانه. ليه؟ شافتني مع نوال امبارح. شافتكوا يعني ايه؟ شافتني ببصها. طب ونوال عملت ايه؟ معرفش، لسه مشفتهاش. مالكش حق يا صلاح. ماليش حق ابوسها؟ طبعا مالكش حق ابدا. ازاي؟ ده انا بحبها. وهي؟ بتحبني طبعا. يعني هتتجوز؟ مش عارف. انت بتحبها وهي بتحبك، واختها شافتك بتبوسها، يبقى هتتجوز؟ ما اقدرش اقرر الحكايه دي غير بعد العمليه يا سرايا. لو جت سليمه هتجوزها. لكن لو مش معقول يا صلاح، انا مش مصدقه ابدا ان انت اللي بتقول كده. أمال نوال فين؟ يهمك تعرف؟ الله، إيه الحكاية يا نهى؟ أنا اللي عايز أعرف أنت إيه حكايتك يا سي صلاح؟ تقدر تقول لي عايز إيه من نوال بالظبط؟ أنت بتحبها؟ طبعًا، طبعًا بحبها. عشان كده تخليت عنها في اللحظة اللي كان لازم تقف جنبها فيها. قصدك حكاية عليا.
نوال سافرت يا صلاح، رجعت مصر النهارده الصبح. سافرت من غير ما تقولي؟ ارجوك يا استاذ صلاح ما تحاولش تسال عنها تاني، وكفايه اللي سببته لها. تليفون من علشان حضرتك. خليهم يحولوا له الاوضه. الو الو، ايه يا يوسف، انا صلاح. الحمد لله كلنا كويسين. ناهد؟ لا اطمن يا سيدي، ناهد نجحت في الامتحان. انا شايف انها احسن عروسه تتجوزها، بس المهم هي توافق. لا لا مفيش داعي تيجي، لان انا راجعين مصر النهارده. اسمع يا يوسف، انا عايزك تتصل بالدكتور امين وتقول له اني مستعد اعمل العمليه بكره. ايوه ايوه لما اجي هفهمك. طيب مع السلامه يا يوسف. انت يا نوال وحشتيني موت. ايه اللي رجعك بدري؟ انت مش كنت ناويه تقعدي الشهر بحاله؟ اتضايقت يا ماما، مفيش حاجه مسليه هناك. اوعى تكوني زعلتي مع اختك او مع جوزها. لا ابدا يا ماما، دول حتى بعتين لك السلام. ده انت احسن حاجه عملتيها يا نوال انك رجعتي، ده انا كنت هتجنن هنا لوحدي. ازيك يا عفاف؟ ازاي اخبارك؟ اخباري اخباري خطيره جدا، ولا يمكن تخطر لك على بال. احكي لي يا بت يا خطيره. تصوري روحي انت يا عفاف، طلعي شنطه اختك وسيبيني شويه معاها. حاضر يا ماما. تعالي معايا يا نوال. خير يا ماما؟ خير طبعا يا بنتي، عايزه اكلمك بخصوص اختك. مال؟ مش اتخطبت؟ عفاف اتخطبت؟ ألف مبروك يا ماما. من ثلاث أيام يا بنتي جه العريس وقابل عمامك وخالك رأفت وقروا الفاتحة وقدم لها الدبلة. ده أحسن خبر سمعته يا ماما، ألف ألف مبروك. ويا ترى مين العريس؟ عادل فهمي. خطيبك القديم اللي رميتي له الدبلة طلع أصيل بعد ما سافرت أنت، جاب أمه وجه وقال إنه مش بيعنا. وبعدين يا بنتي طلب إيد عفاف أختك. خدت رأي عمامك وخالك وعفت نفسه. لما لقيتهم كلهم موافقين يا بنتي وافقت أنا كمان. كل شيء يا حبيبتي اسمه ونصيب. طبعا يا ماما. يا دكتور التحاليل هتوضح لنا اذا كان المريض مصاب بالسرطان او لا.